أهلا بحضراتكم مرة تانية. لما بنقول إن سنة 2020 كانت سنة غريبة مختلفة، أول حاجة بنفتكرها إنه مثلا ظهور فيروس كورونا اللي قلب موازين العالم كله، لكن الحقيقة على الصعيد السياسي والدولي كان في أحداث غريبة جدا جدا أول مرة يشهدها العالم. من ضمن الأحداث دي الانتخابات الأمريكية اللي تم وصفها إن هي أخطر انتخابات حصلت في تاريخ أمريكا كله. تابعنا فيها في البداية هرج ومرج، وكان في فوضى شديدة الحقيقة، وكان في صراع بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وده شيء طبيعي متعارف عليه من زمان. لكن اللي حصل السنة دي من بداية الإعلان نتيجة الانتخابات ورفض تسليم للسلطة والاعتراف بالهزيمة لحشد مؤيدين لإثارة شغب وعنف لاقتحام كونغرس وحجب مواقع رئيس ومنعه من الظهور في وسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي، كل ده كان غريب الحقيقة ووضع أمريكا في موقف محرج دوليا، وخلى العالم كله يسأل فين المبادئ، فين المزاعم الأمريكية تحديدا، الكلام عن الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الرأي. الحقيقة ما كانش في إجابة كافية للمشهد الأمريكي المتخبط اللي ظاهر بيه أو اللي ظهرت بيه أمريكا في الفترة الراهنة. مش عارفين تداعيات المشهد ده هتوصل لفين، ولكن احنا بنرصد مع حضراتكم المشهد وهنحاول نحلل ملابسات الأحداث في المشهد الأمريكي. ضفنا مع حضراتكم سيادة سفيرة دكتور عزت سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق ومدير المجلس المصري للشؤون الخارجية. سيادة سفير أهلا بحضرتك وسعيدة بتشريفك لينا النهاردة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك معنا. سيادة سفير، يعني إيه اللي بيحصل في أمريكا؟ هو حضرتك في مداخلتك حالا أشرت إلى يعني الكلمة المفتاح فيما نشاهده في أمريكا اليوم، فيروس كورونا. لأنه حتى ما قبل ظهور فيروس كورونا كان الأداء بشكل عام للرئيس الأمريكي المغادر كان جيد، وأداءه الاقتصادي طبعا لأنه ده المساهمة اللي قدر يقدمها خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. لكن يعني من سوء حظه أنه لم يستطع أن يتعامل مع الوباء وفشل في السيطرة عليه واحتوائه، وبدأ في التفتيش عن شماعة، وطبعا الشماعة لقاها بشكل جاهز الصين، لأنه دخل في حرب تجارية مع الصين سنة قبل ظهور الوباء أو أكثر من سنة ابتداء من مايو 2018. وكان شيء طبيعي الفشل في التعامل مع الوباء والسيطرة عليه كان له تداعيات اقتصادية كارثية قادت إلى ما نراه اليوم. والرجل شعر أنه عاجز عن السيطرة على المشهد، وبما أنه شعبوي وبيمثل شريحة معينة من المجتمع الأمريكي، يعني رأيناها في أوروبا وفي بعض الدول في أوروبا وغيرها، الناس اللي لهم رؤية متطرفة في كل ما يتعلق بالشأن العام أو بمشاكل الولايات المتحدة، والوضع تقريبا خرج عن السيطرة كما رأينا قبل يومين اقتحام الكونغرس إلى آخره.